رينيه فايلر يكون مدير فني بيراميدز قدام الاهلي يوم 11/10. الكلام ده في وارد؟ الكلام ده فعلا وارد وممكن يحصل عادي جدا، وممكن فجاه تلاقي ان رينيه فايلر بقى مدرب بيراميدز يوم 11 قدام الاهلي. ليه يوم 11؟ ابسط لك الموضوع. رينيه فايلر من فتره او من شهر 8 تحديدا كان في موقع سويسري طلع كلام ان رينيه فايلر مفيش في عقده شرط جزائي ومتاح للمدرب ان هو ممكن يمشي في اي وقت. فطبعا الكلام ده اتنفى وكبر بالنفي هنا في مصر، وان الموضوع يا جماعه لا مفيش الكلام ده، والكلام ده صعب ان احنا يكون موجود عندنا. فالفتره دي طلب رينيه فايلر ان هو ياخد اجازه وان هو يروح يشوف العيله بتاعته في سويسرا، والموضوع ده عارفين ان هو عادي وطبيعي. تمام، الكلام ده رينيه فايلر طلب الكلام ده بعد مباراه الترسانه اللي هي تكون في 30/9 بعدها يكون 1/10 ل 10/10. في كلام كتير قوي بدا يطلع ان رينيه فايلر في بند في العقد بتاعه بيتيح له ان هو يفسخ التعاقد من طرف واحد من يوم 1 اكتوبر لحد 10 اكتوبر، ودي الفتره اللي مسؤولين الاهلي مرعوبين فيها تماما، وحتى بيحاولوا ان هم يخلوا رينيه فايلر يعمل تمديد للتعاقد بتاعه موسم تاني اضافي على ان يكون السنه دي. لو عايز تفسخ العقد تفسخه ماشي براحتك، بس افسخه في شهر سبتمبر اللي جاي بحيث ان انت تبقى قعدت معانا شهر 10 ونلعب دوري الابطال مع بعض، وعايز تمشي في 11 امشي يا عم، ما عندناش اي مشكله. الازمه كلها بقى ان في كل الوقت ده لقينا النهارده مباراه الاهلي واف سي مصر. مش هقعد اتكلم معاك كتير في تكتيكيا وان الراجل بيعمل ايه وبيكلم ال 4 4 2 بتاعته ولسه برضه ما بيريحش حد، بس انا برغم كل مشاكلي مع رينيه فايلر التكتيكيه والروتيشن ما بين اللعيبه، بس نار فايلر ولا كانت محمد يوسف وعماد النحاس، حاجه لازم اكون متفق معاك فيها. رينيه فايلر ممكن يكون من افضل المدربين اللي الاهلي جابهم الفتره الاخيره، بس ده برضه معناه ان هو من افضل المدربين المتاحين جوه مصر. يعني مثلا ما ينفعش انك تقول لي هجيب محمد يوسف واجيب عادل مصطفى واجيب طارق سليمان جهاز مؤقت، وبحيث ان انا لو الراجل مشي او الراجل عمل اي حاجه يبقى احنا محضرين البديل. لا، ده مش بديل تكمل بيه افريقيا، ده بديل تروح تتغلب بيه ماتش الوداد وترجع. ده مش بديل ينفع ان انت تقول ان هو هينافس بيه على بطوله افريقيا. احنا كده بنهزر وكده بنهرج. هتقول لي ممكن اجيب كابتن عماد النحاس؟ لو كابتن عماد مش هيسيب المقاولين دلوقتي، خصوصا يعني الفرقه بتنافس على صعود دوري ابطال افريقيا او الصعود للكونفدراليه، فالموضوع صعب جدا. واكثر صعوبه والتخيل المرعب في وجهه نظر مجلس الاهلي اللي قلت لك في البدايه ان فايلر ممكن يكون مدرب بيراميدز قدام الاهلي، لان عندي تشاتش معروف ان هو ماشي في النهايه، بس الراجل اديه بيقضي وقت لحد ما بيراميدز ما يجيب مدرب. جابوا ايهاب جلال خير البركه، استنوا راحوا جابوا فايلر لو فايلر عايز يمشي من الاهلي. بس المشكله كلها دلوقتي الكلام اللي بدا يطلع، وكابتن طه اسماعيل النهارده اتكلم عن الراجل مباراه الزمالك ادارها بطريقه سيئه، وان الراجل ما ينفعش ان هو كان ساب محمد هاني. نرجع للكلام القديم ده اللي هو عايزين ننتقد فايلر عشان خاطر خسر قدام الزمالك في كومه. يا جماعه الوقت ده كان عدى، والوقت ده حتى لو انت كسبت او خسرت كان الدوري خسران بالنسبه للنادي الاهلي. انت بتعاقب المدرب على ان هو بيجرب في الدور الثاني بعد ما خلص الدوري جول الدور الاول. هتقول النهارده بيلعب فتحي اهو، هقول لك على فكره مانويل جوزيه كان في ماتشات بيلعبها مع الاهلي سيئه جدا والاهلي كان بيكسبها في السنه الاخيره. مش هنقعد بقى نتكلم ونقعد نتكلم في ماتشات، طبيعي جدا ان فرقه هبطت زي نادي مصر اف سي مصر زيها زي طنطا بتحاول تلعب عليك ماتش كويس، او بتحاول لعيبه تطلع كل اللي تقدر عشان خاطر يحاولوا تسوي نفسهم. الماتش ساعدك ان انت جبت هدف في الدقيقه 7 والموضوع كان خلص تماما، فجاه لقيت الاوقات بتاعك نزل عشان خاطر الحته اللي بنتكلم فيها كل وقت اللي هو يا جماعه اللعيبه بتاع الاهلي مرهقه وما ينفعش تطلب من المدير الفني تطلب من اللعيبه اداء كل 3 ايام، هتكون حاجه فوق المستحيل بمراحل. بس عادي، قلنا عادي نتفرج على الشوط الاول، نتفرج على العك اللي موجود، ونتفرج على الكره اللي موجوده في نص الملعب، ونتفرج كمان على محمد الشناوي للمره الالف وهو بيشيل خط دفاع الاهلي الضعيف وبيشيل رعونه نص الملعب، وعادي ما عندناش اي مانع. فتحي بيلعب جناح، كهربا بيلعب جناح، وليد سليمان بيلعب مهاجم تاني، مروان محسن بيلعب مهاجم، عادي ما عندناش اي مشكله في الكلام ده. انا بقول لك نار فايلر ولا كانت المدربين المصريين. الموضوع صعب جدا بالنسبه لي ان انا اتخيل ان محمد يوسف هو المدير الفني القادم للنادي الاهلي، صعبه جدا ما اتمنهاش خالص. عكنا الشوط الاول، الشوط الثاني نزلنا جونيور اجاي نزل مكان احمد فتحي، ضربه الجزاء كالعاده محمد الشناوي برده المره الالف واحد بيقول لك ان هو اللي بيشيل الفرقه الفتره الحاليه، ونقطه فرقت جدا لصد ضربه الجزاء. اعتقد الاهلي كان هيكسب بعدها برده، او حتى كنت هتلاقي ان اف سي مصر بيعافروا شاد على النتيجه برجعوا من النتيجه، بس امكانياتهم ما ساعدهمش ان هم يخلصوا مباراه قدام الاهلي واقفين على رجليهم. جونيور اجاي اخيرا جاب الهدف الثاني، وهدف حلو قوي. جونيور اجاي ماركت جونيور اجاي وعبد الله السعيد فطلع الجيش اللي هو هدف ممتاز جدا، حاسس ان هو بيطلع يشلت فبياخدها وان تاتش بتروح ممتازه جدا. الهدف الثاني بيجي وبعد كده جونر اجاي تشليته عجيبه جدا، كهربا بيقدر يجيب منها الهدف الثالث ونخلص الماتش ده على خير ونخلص كل التفاصيل بتاع الماتش ده. الماتش كان عادي جدا وطبيعي، وزي ما قلت لك مش هنقعد نتكلم مع مدرب على ان انت خلصت الدوري وجاي تجرب في الدور الثاني طرق لعب وجاي تعمل حاجات جديده في الدور الثاني. اعمل براحتك، بس اهم حاجه انك تكون احترافي معانا، ونتمنى انك تكمل التعاقد معانا يا عم لحد النهايه. مش مدرب عالي قوي، مدرب من البدايه عندي خلافات كتيره معاه مع طريقه لعبه ومع طريقه قناعاته في لعيبه اللي بتادي ادوار مع طريقه الروتيشن بتاعه، بس زي ما قلت لك للمره الرابعه نار فايلر ولا جنة مدربين مصر.
مش هنتكلم طبعا على محاوله محمد هاني ولا محاوله محمود وحيد ان هو يرجع تاني للحياه مش للملاعب، مش هنتكلم على كل المشاكل الموجوده في نص ملعب الاهلي، وانا هنتكلم عن عمرو سليمان النهارده جاب ضربه الجزاء لان هو عمل 7 تاريخيه للرن في الشوط الثاني، هنتكلم عن مباراه عاديه 3 نقط عاديين حاجه متاحه جدا للاهلي يكسب اف 3 مصر كويس، رجعنا حسين الشحات رجعنا كهربا حاجه ما عندناش اي مانع، عطيت لمحمد فخري شويه ممتاز جدا، هنتكلم بقى على موضوع فايلر لا نرجع نحاسب الاداره اللي عملت عقد فيه بند سخيف زي ده، يعني ما احنا مش بارتين من ميسي هنقعد نتكلم على ان لا اصل المده عدت لا اصل الفلوس ده ما جت المده لسه هتيجي الشهر الجاي هنقول ايه، بس هو قال لك راجل خاين مش هقول لك المجلس هو اللي ما عرفش يعمل التعاقد، بس عادي يعني قاعدين في مصر كل حاجه حقيقه بتتقلب بكده.